ايه اللي بيحصل لاسعار الذهب اليومين دول؟ وليه الاسعار عملت قفزه قبل الانتخابات الرئاسيه الامريكيه؟ وليه بعد اعلان النتيجه بفوز دونالد ترامب رجعت تنزل تاني؟ هنقول لك كل التفاصيل في الفيديو ده. في الساعات الاخيره سعر الذهب في مصر شهد انخفاض ملموس، خاصه بعد تاثره بالتذبذب في سعر اونصه الذهب العالمي، وسجل تراجع بقيمة 20 دولار للأونصة بعد ما تم إعلان نتيجة فرز المجمع الانتخابي في أمريكا، وسجل سعر الأونصة قيمة 2700 دولار بدلا من 2720 دولار. والانخفاض ده حصل بعد إعلان فوز دونالد ترامب بفترة رئاسية جديدة للولايات المتحدة، وعلشان كده خسر الذهب في مصر قرابة 70 جنيه وسجل 3780 جنيه في بداية التعاملات، ورغم كده الأسعار ما زالت متذبذبة. طيب ايه هي الاسباب الخفية لتراجع اسعار المعدن الاصفر؟ التوترات الحالية في السوق العالمي حصلت بسبب تأثير نتائج انتخابات الرئاسة الامريكية، وزادت من الضغوط على اسعاره المحلية، وعلشان كده ارتفع من يومين وتخطى حاجز 3800 جنيه للجرام. كمان سعر الذهب المحلي مرتبط جدا بسعره العالمي، وعلشان كده الاسعار بتتغير كل شوية، وضيف على كل ده ان في حالة من عدم اليقين في الاسواق، وإن السعر العالمي للذهب انخفض وبالتالي هينخفض في السوق المحلي عندنا في مصر، لأن زي ما قلنا الأسواق مرتبطة ببعضها. وما تنساش إن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أعلنت عن رفع تصنيف مصر إلى بي مع نظرة مستقبلية مستقرة بعد ما كان التصنيف عند بي سالب، ومن هنا أكدت إن الدعم اللي تلقته مصر من الاستثمارات الأجنبية وتزايد تحويلات العاملين في الخارج مع تمويلات المؤسسات المالية الدولية عمل على ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية من النقد الأجنبي وتحسين السياسة المالية، وكل ده ساهم في توفير عملة صعبة هتخفف الضغط على الذهب. كمان سعر الدولار الأمريكي ارتفع بقوة كبيرة أمام سلة من العملات الأجنبية، وده حصل بالتزامن مع إعلان ترامب فوزه في الانتخابات الأمريكية، وطبعا ده أثر على الذهب والأسعار نزلت، لأن في علاقة عكسية بتربط بين الذهب بالدولار، ولو واحد فيهم ارتفع التاني بينزل. ولو حضرتك ناوي تنزل تشتري ذهب فده وقت كويس جدا للاستثمار أو الادخار. وبالنسبة لتوقعات سعر الذهب في الأيام اللي جاية فرايح على استقرار، وبعدين هيعاود الارتفاع مرة تانية مع نهاية السنة دي 2024 متأثرا بالأحداث الجيوسياسية والوضع الاقتصادي العالمي. تحياتي لحضراتكم وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.